الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. نجي هنا للحصيدة الفدان هذا ناخذه ب5000، نمشي لبرا نلقاه التجار ب7000. العلف البيسونات ناخذها تتكلف لنا ب1700 كيلو، ونحن نبيعه في ترتا حليب ب1140، معنا الفارق بيناتهم 600 فرنك ولا 700 فرنك ما تقابلش، لأن العلفة غالية أكثر ما تصور، والكمية نمشي نطلبها ما نلقوهاش. نمشي هذا ناخذه يعطونا 200 كيلو، نمشي ما نلقوش علف. فش شهر يجيبونا مرة تأخذ 100-150 ساعات 150 كيلو، هذه ونوش تولي ما تقابلش حتى على التجيج مستقابل هذا يتو القرط السنة توصل ل20,000 ونوش يولي كيلو القرط ما عادش يقابل بعض ولي. هذا الغلاء هذا نحن كنهزو نبيع وما نلقوش رأس مالنا، ما نلقوش ناخذو بالخسارة. كي بيع ب15% اللي قبل ما يخلصوش لأنه متكلف عليه وعام كامل يسر. هذه العلف هذا السديري، هذا القرد، على الخشين هذه وصلت كانت 3000 ناخذ بها، اليوم هاي ب5000 في الحصيده. اللي عليها القرد كان ب10000، تو اليوم ب20000 ب17000. ما عادش تقابل بعضها، هي ب15 ب14 ب16 ما عادش تقابل، هذه خدمه مش مبطله. لقينا برشا صعوبات في القمح. الزريعه غاليه، الدي بي ما ثماش في وقته، مونيتر ما ثماش في وقته. الضو غالي، ساعة التراكتور ب40,000، تجي تشري في التراكتور راس مالك 4,000 فوق المية، معناها والضو يزيد كل يوم والمازوت يزيد كل يوم، ماكينة العصاد ب120، رباطه ب2000، ويزيدني توا في القمح 120,000، نحن خاسرين، نزيد نقصر وقت، زادونا 100 ولا 110,000، شوف قداش زادونا في المونيتر وفي الدي بي وفي المازوت، كل جمعة يزيد المازوت معلم، قداش زاد في مرة السنة؟ حوالي 4-5 مرات. هو المشين معناها بالحكايه هذه. هو سبيد ما ثماش، ها تو عامين ثلاثه لا تلقى راس بصل بس طيب عزيكم على راس بصل ما تلقاش، المراه ب20,000. انا وحنا ما عادش عندنا حتى حل، لازم واحد يمشي يحبس، ما عندوش حتى يبيع ولا شي يعمل النافع يزيد طيب ولا عندي يبيع وخلي تقعد هكاك زايد. برقتير ب200,000 ما عندناش فاهمين، مشيت نشري بصل ديابي قال لي 200 ديابي ما ثماش، كلست ب194,000 في 20 كيلو معلم. ودي وليش تحكي تحدد ما صار بالنهاية بيعوا فيه ب5000 فرنك ورباطه ب18%، اش قاعد 2000 و 3800 ولا شنو معناها؟ وين مش يجيبوا مش حطهم في الحارس في الدي بي في المونيتر في الضو ما ثماش، معناها خاسرين 2000% مش 100%، خسارة أكثر من ربع ثم شيء. ورباطه ب18 والمونيتر خاطر هذا مش صايبر، تعرف ليش؟ خاطر الدي بي ما ثماش والمونيتر ما ثماش، جا بالصيف بالماء وكل بطل تالي جبت ولا ما يجيش كهك، لا ثم دي بي في وقته ولا ثم مونيتر في وقته، وجي حاجك مش ديو ما تلقى شيء. كان الغلاء كل يوم لسويف ها مش ردها ب50 ودي بي ها مش يولي ب60 ولا ب70 ولا بقديش، هنا مش نحبسه نحن توا معاش حتى فلاح لا تشري كيلو بصل ب20,000. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.